أيا محمد إسحاق أيا حقوق دور النسب كيسة إنه يهين عرب وضرب وأصبح وشكت مالك بول لكن أنصابت أنا كأقانه شجته كوي هريك كموسى دارين بول وولاء مواليد الحرية يقيس كأضمه إلى هاين كفر عمي ومالك مالك واحد ناقش عليه كان قط ابن إسحاق حلو ودجال من الدجاجلة محمد إسحاق من يسار وحلو صاحب المغازي ون إمام الجبل على كلام في هاي قبول حديثه طيب إنه حسن يحديث سنة راجحة أضان علك لكو إمانين نقا وحلو ودجال من الدجاجلة دجال من الدجاجلة حولي هشام بن عمار ميو أرضي مالك دجال الله جمعينها يو ودجاجلة لغو جمعينها مالك حسن مغلبه لأنه هو شو يكسب بحذي هو الخطر هو جمع الدجال والدجاجلة هاي مالك حسن برطيبه يعني روح مركب وحلا قش قاموا حناقوا عروه وإلا أن ترى ريسا ما الحب يكل قاريس مركب وين لسحق كم يتقبط على الدنيا بل إنه يكل قار دجال ما لقيا به جبلة من أهيم الغسان إنه الأنجري وملوكه غسان أنجري أيا إسلامي ملوك الرشام أصول عربية كسوجتي مركو إسلامي أيو سو حجي وهاجر وأسلم مدينه يمد في خلافة عمر مدينه كحجي مكو تغي أعماش حجكو اللي قدونه يوم مكال جوغو يا أسوق وصعنين بقرو اللي يقنا وأها لكن وأسلامي أيا مد أردو يضفضف لما راضي معوسك كي استاغي معوس تبا كدع نيك بقر كاها عورودي سبا موقتي واحنا قيو كيبو فر قعم رباحو فر مال لي سنكو جبي رباحو قرفت نعوق بدن بوها سنك مركو جبيي با عمر با ده خليفه وحال القصاص حال بقر هبلو كالي ولو قصاص المحاجره سنك ان لو جبين هيا من نك اني معوس تيغي استاغي ددك دخيس او قاويان رباحي ايا لي قصاص هيا ها رباحك هو واجبتي اما واي ها انت ادو معوس كغي استاغت مرضى كريد أي سنكا أهين ما كانت كريد كده بسود يا رجل رباح لي وين سنكو جميل لي وبع الريبة فتنصر وقالوا بي ومات على ذلك قبايا رادير بسود ترين جري عليزكي والله كل مية كفر جاي يا قال لي ما ذو حمانت يا ده يا أنت لدي عمر إنه قاطع في عان لهين أيو إن بدك سوق قبيي يعني وحوي عرضه ما ليكو قرسينيس هب لنا السلامين إن هذا عدّم بقدر سنين، أذو وذا صنّك خص عدا أدون كلاجاية قان يكوير يركوهلا هي، مركز هذا الكوكب وجنها يان، يعني. أما سيف عانو ما مستك ولاها اللي مهيان، بخبا بديه بقى، مالك استبى يد كروج مرك، وين رديده، والمالك استبى كوع عرسته، وحسنات بقول سنتها، ما هم ميزان، مرك وإن لك لصار الإخلاص للدين والإخلاص للذوات والأشخاص. الإخلاص هو الصدق للأنفس والذوات إخلاص كإلهي الدين سواء لك لساره طيب هو شاس مهم جدا وهي عرب مركم وملحم بكل جاري ما ناي هذا يتابتنها ما ناي ساقي هذا وحي كل دعاء ولا أرك الدورة مرك حناق وينو كحكمة يسيد وقاس كنتي لبقول اللي قد ليبو حناق ريه ريه بالبرو حنقلها يا أفرتهم وبريهم ويرها يا بو labaatani kowa barimurku reerka weeray iyo ciidankiis iyo reerka wax ka taagan la way ibir mid fiiga iyo mid dulo ka dhigay war laba nin baa laga dilay labada nin ama magtoodi qala ama qisaas laakin umadan afartan waa bari in la weeraro oo kun ciidan ama laba kun lagu galo reer dhan baa ahaayeen way baabeen fiqtal dunida hadda qoys kasta magaalo kasta nin baa qoyska ka dhisan ku arkays waagaas soo fiigeen يعني عرضوا وإن لحكميه مرك النبي صلى الله عليه وسلم وحوقوا علنهاي وشر كل جا عريك تماذا عرقان ميزانين ماشي ذن عن دعين شرع عن لو إيجين وحكست أي باب إيسا قال لي ما يكولك قلي فسق بيكولك قلي طيب صحابه هذا يهود بيقول نعبايين وسيد بن حضير يسحابي كان النبي النبي قال له يهود هوين كوضا مرك يديق قبان حوال لما عنان لما السيحدان مسوء دويان أنه محان سمينا نو حوري قبرنا مركي دي قبطه هل الله سيحضو بمعنى قرقه هل لجوه وحل الله عنه وروح عادي ومسلم وهي لكن الله قلموني حين نبقى الله أنه يهود كحمين ما هو قلمون نوار كذا بقى ما هو قلمون نابد إنه يهود كحمين نو حوحنا غنب صلى الله عليه وسلم يعني إذا يهود نعبت هاي أو تكحمين يسو وقلي ميسي موقت وحن بناني يعني حرضوا وينو حدود ذا هاي
كده مركي لبيس صحابي كعيني سي عبر دقائقين يا عانه دي أنا بي الله كعيني صحابي واحد يوم حنوق قدر أسيد إيو صحابي كنا بيقولوا عرضي أوصل لها اللينين أنت مدو عقاب دون عاني مركي الله كعيني وحوري الله يرد أسيد إيو صحابي كله ويرد عاني وحكى عبد مركي سنة وقنا النبي يقولوا صن وحباء قابين أنا بقول أرجع ورد بصدي لكن أيق الدين جعل بي كأهيد يهود اللي وحمة يقول قال لك هلق أه نبي يقول مركي وعفي يعني مركع عرضة وإن الحكم إيوه وذا دها نجوى وإناء الصومالية لمن أشاب لي إلهي كسر لذي أنا قال ركع علمك أنا قال وذا دكا وحن دهانو وإنه صعيد لهدين الشباب وحيد هذا فرديتيني وحين مسألة ديني ذا مفقية ذا تلات كيانتاني وناك أوان قاضين لكن أرمها الجهاد كأي سياسة ذا إيا أحمر إسكاد عنت إيا أمسهم إلا الله طمام ميلا صاروا وحبال إذن كوي دين مهايو محايا إلي غربات كتهين مشروع عاني كويتا كتهين هاوشن كما في عين دين دور كوربا جهاد لدين دايو هبقى وانقا دكتين با ومحاجرة كي وحا نقا دكتين أمحو هاي أرارا نقا دكتين كي سليد با نقا دكتين شا حسن بانتان حقوق أروريني بو انت عبد قاسم أولاق قلي هاي ودوبي كرعو محو هاي دولد عبد قاسم كورجيي محاكمة من صويا بيمنون حويدي دي من شريف كبا أحمر أولاد قري من الزناوي هاي قل يا أبو صفان حقوق يبنون أروني وحي أولاد قري داود أحمر يئني إلي وحي أولاد قري من الزناوي كرسي عطبة بلقو فريسيي انتي ميت قدون ودي يقول لقو فريستي دعير قدونا كرسي كرسي شيطان وي من الزناوي أرقتين كرسي دي يقول قدون بقو فريستا مركو صومالي دالله حسابتهم هاي dadka u yimaadaan kursi gududan ba ku fariisiya ma fari kursi cad ma fariisay kursiga gududan ee asagu uu ku fadhiyo iyo midka cad ee Ibraahim dheer uu ku fariisiyay 10 nin baa ku soo fariisatay xisaab ay baa shaqo dhisantahay ma aha wax lagu dhigaayo kursigo bilaash bilaash ma aha rag baa soo diyaarinaya calanka lagu dhiibi muxuu ahaay kuusha qorto lagu galin waraaqda aad wax ku feermeen kulli waa laga soo baaraandagay waxba isaba lagu dhiibay yahuud waa arkayso waa dhaweeyd سفير كده نايم مرة محوها تركيا يكرسي قاوم ودقين كودنا مد دير بيكون فريسيين وهو حسابه سعطوي سومالي ده كل إسديب يسود ده كرسي عاد بيكون فريسيا مد جوزنا دعير جوزنا أساق كفريس تملل الزناوي حوله بمعنى دي قام وذي يولش أحمرين دم يي يعني من كتير دم هذا النبض ده يكيرن معنى هو أساس لأن يريد إن يملا يعرضان كي أحمرضة أهم حبشدة أهم تجريج عين دمي إن سما يكوب باب شيء نبضنا كل اليوم واقع يقو طوبت كانوا طائبين أي علن كعضوتان أن أن كرسي جزء نقف فديه باش معنى حمبار سنتها بمعنى واحد نقول جذا وذاته مرك اللي هولهم كم في عين دينه رأله هذا ويحكي لان كوضع شقينه شلي كان نقطة بوتلان سوماليلان نيروبيلان معها يوروبلان ملك السبب ردي يورر أن جيل لو صعب بنين أن ميزانين أن عدالة كل سنين أن حتى حق حقيقي أن كل سنين بلا جداي سيسعتي اعتنوا حيدا ومن كب حيا بخدك جهاد كوارك سبع لا يجوز الجهاد هي إلا بإذن إمام ولا تجوز لجماعة ولا يجوز لجماعة دعوية أن تعلن الجهاد ولا أن تقيم الحدود وبقدر دي بدلبا وحلا باتنسن الجديدية أن كوهي سنني يا مارقين تيم مدخلين تان كوهي سنني بيوذادي زور ضبا فريستين أو يولي من منهج كو قرين لا ياب سمالو هو عربتي كوا وني دو كحنا ينو حيوو تمير تلقا قادن جري مشاريع لقا كينا هاي أيابا اللي دي مناهج تقدم بدلا منهج كدن عروت نوحكو برطان وهال إلا بدلا محايا يلي المها يركا هادي القطر بيوتوحيد يا الولا والبراء يا عقيدة إيو هذا وحوقان قارئ صو قرحاي مركو وإن منهج ممسوخة أو سكراد أو باب أي لغو تربية سو هذا ونقضه نانب عيال حافة ونقضه أي قبل من أجت بدله نانب يسوي صباح مرك جماعة لنا إذا صباح مساكين تيد وركيد بجو جبا نفس الشيء وهي مرك وحنو جي هذا حناقو إنه كلك لحتى جماعة عرضوا وحي كينزا بلا يبدن بيك انت مرك فردد مرارا دور قرب سؤاش السعلي السحاب قلنا بأ الله ويدر دارا لا تغضب بمعنى عرضوا واقو إيمان إيساي حتك ذي يويق ذي ييسن كلا قرام مري
هذا عراك قبته داوي دورة أي النبي صلى الله عليه وسلم داود كوباد وإن الشيطان كسكنارت كما في الصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ساقك أفوفها إيه سيدي وذاتك اللي يلي محوها الشيطان كسكنار النبي قساس تكويدنا هارين محوها ميان وارنها أورني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاد كلوها دات تاغنتها وات فريسا حديث كلاسنا كوي من الحسنة أدو تاغن هديات حناقضه إلى دربينات قعن قادو وحكاسو بحا سهلني فردق بالبوب فأدو فردي هدي لغا حناجينا دعدي سو سيحبا خطك بكبحبا ما فردي ده سيحبا واركي ذبا وحاكا ونبي قد داوكا دقاي إناد ويسيستو ويسود إلا النار وحيق بوجسا ذنبي باب بإساء وحاك وشدي وا ذنبي إيا شيطان كو أفوفا يوي مركا دو ويسمي لق اسكو سيسو والقبا بإساء بلا ذا نبا كادقي إناد ويسيستو إن الشيطان كاسكن نارتو إن الفريزتو إن هدية أداة فردين الساحتو هدية هل ليسين الآمستو داوين كابا صبرها آيات المامي آمس كالب تركيز وحديث باكوية لكن ضعف ير أيا لغو الشيغا إنتا كالا لكن وي سوغنتاي كل بحالة دعات كو سوغنتاي كو حاناقضي بدل خط كان قال مركا أيضا إسو بدل بإيماني الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عن أبي يعلى من أئمة الشام صحابي جول قيمة بدن ويو شام كل انت كنت يسدي دمك هي تجرده كل انت نادو قيمة بدن وعالم وفقيها يؤها من أعلم الصحابة الشاميين أي الغتر يا أسقي عبادة لا تتنسيها صحابي سهل الماء هاي شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إله سبحانه وتعالى كتب هذا سنة كتما يا ذي كتما كتاب كإله القرآن قال إن تبدن غالبا على رأي الجمهور من الأصولين والفقهاء والمتكلمين وحيكون شيء إنه فرض فإيديس كتب عليكم القتال وكره لكم كتب عليكم الصيام كتابا موقوتا كتب يا كتب هذا مقش أي فرض وألزم عليكم وي إن الله إله سبحانه وتعالى كتب الإحسان إحسانك إلهي واجب إلي سما فلك يوانا إن لا سميه على كل شيء أي إلى كل شيء على بمعنى في وي يا بمعنى إلى وي لا بضاب ولا شيء كتب الإحسان في كل شيء شيء كصوص سمينا يسو سدى أوانا أكسن إن أتكسم يسو الدينك أقول يا هبا لواجب إلي إحسان كذا لقاه الله يانا يعني إحسان كي أنا قصوا مري حديث الإيمان وكد وين يعني إحسان كذا وحلو جدا سك استو شرع وقل يا هاي تهذا أوان أحسن كسامي إلى كل شيء ما في كل شيء شيء كست أسوق قلي إلهي سبحانه وتعالى أسوي إحسان كأجمع بهن والله ما شو واقب حي غني عن العالمين لكن الله وحك السهر والدم بإحسان بكأجمع حي ملائكة أسر رئيسي ملائكة إحسان بكاربته إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم ملائكة قشنك يا وسخة يا شرك يا وحورها يا قدافة كما أقوله وإن أصنظيفسه أوضن كان كمين أوضن شيرين أوض صهبيسه مسلمين تبقى كل بسن ملائكة تبقى كل بسنيس جنك بقى كويمد هدو مسلم يا إحسان بكوكولة يا هاي يا وناك يرادن كحد قدبين هدو قال يا هاي عقد قارسينو الدعوة ذات كوكودن إحسان وكوكولة يا هاي إنسانك أنت سكال أما هو مسلم ولا الكاء أما هو كافر كافر هو واجب كل قوة شريبة كجدا مسلم كان حقه ولا باطسين فإذا قتلتم هذا وحد ليسان أنت ضموا تفصيلك قاعدة وإن الله كتب الإحسان على كل شيء هذه وقاعدة كلية للشريعة الإسلامية وحن ضموا فروعية تفاصيل فإذا قتلتم هذا وحد ليسان ثم فأحسنوا وناجية القتلة تقابك وحد ليسان واسم الهيئة واحد أورنجرتين وهي كيفية القتل وناجية وحل دلها إياها دواء أما حيوان عاقل أما غير عاقل غير عاقل كي يا حيوانات كي بها إمت جور عيدي ونبي قصوها لكن كون أيوة قال هذا إذا كان ابن آدم كي يقول الله إنها يواء دور قاب إم قصاصي هاي شلون وين صوم مري هذاي قصاص تهاي وروحنا أدلي إن النبو دلو الله قصاصا هيو سدو أدلي بالو دلي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني والمعاملة بالمثل عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو شيء قصاص تهي نبقى أنك صوم مرة في الصحيحين إن قبر أنصاريض أو وشح ودت أم حقوق في ذا وقتي ني يهود أنتو كقاتي قبر نؤد لهم ماذا حيدي ولا بدك حقوق لقي هذا أمرك اللي قبته وقرتين وأصنه وحلو السمية لا بدك حبا ما تحس الله لقي وقصاص وي مثله وين مك كور لقفيري أصدق قابك اللي ودي هو مثله أنت اللي قبته إن ماذا حسيف رئيس اللي جوي أهي شف لسي لكن أصدق وحقوق دلي قبر دوسيدن كود دلي والمعاملة بالمثل عدل وي قصاص ضيت الروح سود وحد لي بالو دلي روح عدد بيكو بختي سبيا لو بختين هذا المسقول يبوسنيره كريدي بوسنيره لو ريدايا صحراء لو بختين هيا هذا برسال او ود كل ف بخصي ان برك لو لف بخين هذا انت القبت بابور كس او دفتو كس او دشي عمدا بنانك انت لو استاجي يا لي بابور كو مسو كسود و خي كسود 80 بقول بقول 10 بقول 20 انت انت لا سوسر لو مرن هيا دا ديمن ويدو لو علين نفس انت و خو ديشه و احسان كاساس اه قرابتي يا اهلك يا ددك ديغا اسكلها تناي كو قنعي كارن كو بوكسن هيا الا ويلكودي يا والكود با سيده لو دلي عدلي سيده وي هادو حدود يهي حدود سوء إلهي لها اللؤف يا اللؤف حد الرجم واتق أنا دقح بالقودل محو هاي هدي لو قراعة محو هاي محو هاي إيشك حد الحرابة سيف بالقودل يحبض يقول وحنا يسنى هدي إذن وحي ابن آدم اللي دي لهايو أم من باب القصاص أهين أما حدود خاص كيسيدا عيما ربي أشيغي أما أقابي أنا أهين أصل كذا وحاو إن سيف قورت القودل علماء الإسلام كو اسكو ميسان خلافين أرنك أيها أحناف يا بعضها العلم حجيزتي حديث ضعيف موينة أنصغنين عندها العلم كو كتومين موينة وحاوية الأصل في القتل وإن برتا قورتا سيف إلوز الوقوي ماش حيوان كسيكا لو قبرع يضو هالكاس بالو غرفنا قران كان عدي فإذا لقيتم الذين كفروا هي فضرب الرقاب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وضرب منهم كل بنان قتل جواسداس أصل الروح وإن لجو رعب بمعنى القصة القول فنايا سيف ولا ليسة أما بانقط حير حيريسة أما باللاود دق دقة هيا بقرط الجوين هيا ماشاء أفوين تك قرط كلا بحضه بأقول سهم روح إن لجو رعب القول فتو وأنا سيد علماء إيشين أحد هوشة ديدنا ما أوجر أصالة حبط روح إن لجو دلا إن يحد بتهي بمعنى إن قصاص بتهي مويه أما أوسن مقدور عليه أهين موين وننا كل هذا قال لهم هدو يهدي سفقور ما لقى هذا حبط بصول السياء أنه حبط بذكور قين هدين ننك عانتا لقود لقى أصالة وحنا قصاص يحد خاص أوقاب قونا الله أغاسي مآن أهين أو يهي وحانو جيدا هل كاسا لقود فانا يهد توري أفبادان أمام بالله وأفبادان أصل الله وأصل روحين لو قورا علوبة قاركود وحيليه مرتدين تا حتى مرك الله سوقبته إرددا كود عاي المسلمين تدبوا جيسي وحابنا إن سل سلعمريال لودلو ومثل الغصم أيه تنكيلا ونكالا وحيود ليش أنا حديث كعرنيين ممكن مرتدين تأه الراعي النبي قد دلي إجل دعاي مركل الصوقة بتي النبي جوا اللاي إصداف بق لوه اللو قرأ يجمع هذي إن ده هلا جسور ردي مركاس هالجود ده دي أقول كولاية بنا عنك حردي مدينو أم بيقول ما أيه وين دلا مصاربي با اندها لغا غراع اندها لغا سورادي يعني مسبار با انتي لكلي با ايش لو مرن هي روح مسبار ضبقه او دمبلا با ايش لو مرن هي ايش بو بربريس او سودادانيس بيو وا هوبريس اسدافنا وا لوغيو اون با ميل قرخ وا عدعدا لا دادييي اون با و دمادين ما هيله دمبي وين با غوي ريدوبين مسلمنا وا ديلين قيل اسلامنا وا دحين إلا جوابنا عوما لا يستأك بكر وخالد مرتدين تين بضمك ماذا ضبوا قبتي عالما مرتدين جوبي ابن عباس النقدي يعني حديث كعرنيين تأيا أصل وأمس ألده حديث كخلاف بضم بكتاب وضح ومنسوخ ولا دليل على النص نما واحد ما بالقصاص بي أهيد نما واحد ما باب الحرابة والمحاربة أهيد والرب ضم باجره لكن حديثك هو أصل في المسألة وعمل عليه أبو بكر.